السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى العدوي؟ نعم. تعلم ما حدث في الأونة الأخيرة من على الحدود المصرية؟ نعم. موقف الشرع؟ إذا كان يعنيك الأمر نجيبك، لكن أظن لا يعنيك الأمر إلا القيل والقال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، كان عندي سؤال. هل يجوز العمل في شركة تقدم خدمات دفع إلكتروني ضمن خدماتها دفع فواتير الكهرباء والغاز والمية وشحن الرصيد وهكذا؟ نعم يجوز. نعم؟ نعم يجوز. بس من ضمن خدماتها إنها ممكن عن طريقها العميل يوثق عن طريق شركات التوصيل انها بتوثق بفوائد او عن طريق البنوك الربوية، ده جزء يسدد او يقترض. نعم. هو لا ممكن يعني يدخل للتاجر اللي عنده المكان يشتري السلعة منه ويقسط هو بقى عن طريق الشركة. الغالب على عمل هذه الشغل على هذا العمل الحلال. بارك الله. السلام عليكم. محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. سامحنا والله على ان احنا يعني ازعجنا حضرتك في الوقت ده. الله يجزيك. لا الله يرضى على حضرتك. معلش سامحني، هو حضرتك كده في برنامج بقى ولا يعني اتكلم عادي مفيش مشكلة؟ لا الناس يسمعونك. الله يجزيك خير. طب حضرتك معلش، انا زوجي يعني الناس يسمعونك. الناس يسمعونك. سمعت حضرتك. ايوه اتفضلي. في ثلاث ايمان يعني اتحلفوا عليا وانا عايزه اعرف دلوقتي ان شاء الله ايه الحكم فيهم. اتفضلي. الاول زوجي حلف بالله والله تصحيحين لو مسكت التليفون تبقي طالب، فانا كنت فاكره ان دوت تهديد، فللاسف اول مره مسكته. فكان لينا اصحاب قالوا خلاص هي دي طلقه بائنه. والثانيه بائنه؟ يعني هم قالوا ان هي طلقه واضحه قصدي، يعني انا مش عارفه الصراحه الاحكام، سامحني يعني. طيب. على تقصيري في الايه؟ وبعدين ربنا يصلح حالي. الطلقه الثانيه قال برضو نفس الايه؟ نفس اللفظ، والله العظيم لو مسكتي التليفون تكوني برضو ايه؟ طالق. قعدت شهر ما ايه؟ ما مسكوش. فجه في حاله من الحالات كان بيتصل باخواته فقالوا له اديني زوجتك نسلم عليها. فهو اللي اداهولي بايه؟ بايده. فطبعا انا بعديها بكيت لان افتكرت، فقلت له ليه ده انت حالف عليا الطلاق؟ قال لا انا احليت نفسي او برأت نفسي من بنيامين. وكملنا تاني حياتنا. خلاص بنام. هو تراجع وكفر عن اليمين لا يقع. طيب هذا الحلفان الثالث. والله العظيم والله العظيم احنا كده منفصلين، بس مش هقول النص علشان قدام الولاد. لا هذه محتملة كذا، لازم يسأل فيها.
برضو سألته هل هي كانت نيتك الطلاق؟ قال أيوه. خلاص هو اعتبر إن التانية مش واقعة. هو لازم احنا نسمع منه يا أختي، لازم نسمع هو منه. بقول لحضرتك في الثلاث أيمانات هو كان بيقول إن دي كانت نيته طلاق، فأنا وضعي إيه دلوقتي كزوجة؟ هو انا محرمه عليه ولا انا مش واضحه لي المساله الوضوح الكامل اللي بناء عليه ابن الفتوى. هو لازم يكلمني. طب هو رافض، انا وضعي انا ايه بقى؟ هو رافض. اذا انت شك امتنعي منه الى ان تشوفوا حل. اذا انت شك في انك معيشتك معه حرام ولا حلال ابتعد عنه، قول انا مش لن تقربني الا اذا شفت حل. بس هو يعني معلش برضه سامحني، يعني النقطه دي مش فارقه معايا، هو فارق معايا ان انا اكون متواجده في البيت واخدم الاولاد وان انا اربيهم. فانا هل علي عقاب؟ يعني لو انا تواجدت معايا في نفس البيت وفعلا حياتي معايا حرام او كده؟ انا لا استطيع ان افتي بوقوع الثلاث تطليقات بناء على الحيثيات التي قدمتها لي، حيثيات ما زالت غامضه. لا حول. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخنا، كيف الحال؟ الحمد لله. شيخنا بعد اذن حضرتك، لي عم سافر الى الحج مع زوجي. ايه؟ وانا اخبرته ان هو يلبس الاحرام من المطار ويحرم من الطائرة عند الميقات. نعم. فقال الرجل المشرف بتاع الرحلة، قال له احنا هنسافر متعبين، لا ما تحرمش ولا حاجة، احنا هنسافر ونوصل السكن وهنقعد 3 ايام في مكة ونكون من اهلها ونحرم من التنعيم، وهذا ما حصل. نعم. عليه دم. عليه دم. نعم. طيب اذا كان الفلوس اللي معانا خلصت وهو كده عليه دم تمتع، في الذمة يصوم 3 ايام لدم التمتع، يصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع. تمام. السلام. جزاكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. من فضلك كان عندي سؤال، انا ليه صديق طالع حج السنة دي واشترى قطعة من القماش كده تحت الاحرام اسمها سترة، هي يعني عبارة عن شبه الشال حضرتك لابسه كده، وبيلبس تحت الاحرام للستر يعني بيستر اكتر. لا يجوز، عليه طعام 6 مساكين. نعم؟ لا يجوز، وعليه اطعام 6 مساكين. هو لسه ما راحش الحج، لسه هيروح، فهو بيسال يلبسه ولا ما يلبسه؟ لا ما يلبسهاش، لا يلبسها. طيب شكرا يا شيخ، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. طيب. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش يا شيخ مصطفى هسأل شوية أسئلة بس هطول على حضرتك. تفضل. دلوقتي أنا الحمد لله بصلي بانتظام في الجامع. بس إمام الجامع يعني ليه بعض البدع كده، يجي فجر الجمعة يقرأ آخر 4 آيات من سورة الكهف ويقرأ مثبتها يعني. في الصلاة؟ في الصلاة فجر الجمعة. وإيه تاني؟ ويجي صلاة الجمعة نفسها يقرأ آية واحدة. الصلاة صحيحة. طب يعني أنا برضو من سرعته في الصلاة عمله ليس وفق السنة، لكن الصلاة تصح. قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. طب معلش سؤال تاني. تفضل. أول ما بركع وإيديا تلمس ركبتي ما بلحقش إلا تسبيحة واحدة، يعني ما بقولش إلا سبحان ربي العظيم مرة واحدة ولا يرفع. الصلاة صحيحة. طب معلش طلب تاني يا شيخ مصطفى. نعم. هو أنا إن شاء الله في ثالثة ثانوي وناوي أول ما أخلص أجي لحضرتك كطالب علم. شرف. طب المكان فين؟ أما تخلص إن شاء الله كلمنا. على رقمك الخاص؟ على الرقم المرسل أمامك إن شاء الله. بارك الله فيك يا طبيبة هبة. يا دكتورة هبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مصطفى؟ الحمد لله. كنت أسأل حضرتك بس سؤال، يعني بالنسبة للفرق الضالة اللي هم الأشاعرة والمسردية يعني لماذا لم يحكموا العلماء يعني كفر يعني رؤوسهم حتى يعني اللي هم من أقيمت عليهم الحجة، هل هؤلاء كفر؟
الفار ام لا؟ الاحتمالية، أنت تعرف إن الحدود والأحكام بتدفع أحيانا بالشبهات. نعم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ كيف حاله؟ الحمد لله. شخص يسأل يا فضيلة الشيخ إن هو ما يعني عاوز مبلغ من المال، فاحتال حيلة. الحيلة هذه إن هو يشتري عربية نصف نقل تقريبا من معرض سيارات بالتقسيط المريح، وبعد كده هياخدها يبيعها لواحد تاني غير اللي اشتراها منه كاش، وبعد كده يتسدد هو للمعرض الأولاني. هل هذا يجوز؟ عن غير تواطؤ إن يجوز. عن غير تواطؤ إن يجوز، نعم. جزاك الله خيرا. خير. بارك الله فيك أستاذ سعد السويدي، وأنت شيخ هاني، بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي جهاد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير. أنا والله العظيم سعيد جدا جدا أنا بكلمك للمرة الثانية. الله يسعدنا ويقبل الإيمان يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وياك. أنا اللي كنت كلمت حضرتك أول إمبارح بخصوص الإمام اللي نسي التشهد والمأمومين نبهوه فرجع تاني. طيب. في بعض الاخوه يعني من حصلهم على خير بيقولوا ان الشيخ ممكن يكون سمع منك السؤال غلط، فهم بس بيتكلموا في حته الاجابه ان حضرتك لو هو الامام جاهل بالحكم ورجع فالصلاه مش باطله، او ناسي الحكم ورجع فالصلاه برضه مش باطله، اما لو رجع متعمد وهو عارف الحكم فالصلاه كده تبقى باطله. كلام كده صحيح ولا ايه؟ أنا لا أتصور، معذرة لك وللإخوة، أن واحد يكون عارف أن صلاته ستبطل وينزل لإبطال صلاته، لا أتصور هذه الافتراضات التي تفترضونها. الآن نقول أن السنة إذا استتممت قائما نسيت التشهد الأوسط واستتممت قائما تبقى قائما ولا تنزل، لكن إن قدر ونزلت الصلاة صحيحة، ما عندنا دليل على البطلان. كونك تقول، معذرة أكمل الكلام، كونك تقول أو هم يقولون أنه يرجع متعمدا مع علمه أن الصلاة تبطل، ما أظن كذا، ما أظن كذا أن واحد يكون عارف أن الصلاة ستبطل وينزل، إنما هو له اجتهاد، ممكن يكون له اجتهاد يقول لا أظن أنها لا تبطل، أنا متعمد النزول لكن الشمنة تبطل، متعمد النزول لأنها ناقصة بس كده. طيب هو في، طيب حضرتك بيستدل بالحديث صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيؤم المسلمين ولما قام ونسي التشهد ونبهوه سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رجعش، هو بيقول كده إن لو رجع، أنا ما قلتلكش يا أخي أنا ما اختلفت، يرجع في حالة زي ديت يبقى صلاته باطلة. يا حبيبي أنا ما اختلفت، أنا قدمت لك هذا الكلام، قلت لك السنة إذا استتم قائما لا يرجع، لكن هب أنه رجع، ما عندي دليل بالبطلان بس كده. لا يوجد دليل بالبطلان، لا أعلم دليل والله بالبطلان. أشكرك جدا جدا يا عم الشيخ، وأرجو حضرتك تبلغ سلامي للشيخ عبد الرحمن وتبلغه أني بحبه في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لكن مش اسمه الرحمن، ربنا مش اسمه بسم الله الرحمن، الرحمن الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن، لأن المصريين يقولون عبد الرحمن عبد الرحيم، لا هذا صح ولا هذا صح، ما بقولش بسم الله الرحمن الرحيم، لا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس أمنية حياتي والله إن أقابل حضرتك وجها لوجه، أنا سعيد جدا إنك يجمعنا وإياك في الفردوس يا رب. أمنية حياتي والله إن أقابل حضرتك لوجه لوجه إن شاء الله. الله يغفر لنا ولكم، الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير. لو تكرمت يا شيخ، أنا كان في حد بيعمل وصلة مياه. أحد مش حد، حد ضرب، حد ضرب. ماشي يا عم الشيخ. كان في أحد بيعمل وصلة مياه، وأنا قلت له أنا متبرع بالمطور، وإن شاء الله هو قال لي المطور ب 4000 جنيه. فأنا قلت له خلاص أنا خالصة من ذمتي ال 4000 جنيه للمطور. فهو راح جاب الموتور ما اشتغلش على الوصلة، جاب موتور تاني اشتغل بس ب 3000 الا 250 جنيه. فانا دفعت ثمنه، هل
المبلغ اللي خرج من ذمتي ده ملزم ان انا انفقه ولا مش ملزم؟ مش ملزم. يعني انا كده اعطي له اللي كنا متفقين عليه ثمن الموتور فقط. ماشي، لانه ليس نذرا. لا هو ليس نذرا، هو قال لي احنا هنعمل الوصله وانت عليك الموتور. ما في مشكله، ليس عليك شيء اخر. ماشي، شكرا عم الشيخ، شكرا، جزاك الله خير. وياك حبيبي. السلام عليكم. بارك الله فيك يا نوران. ايش يا شيخ، تكملة للسؤال بتاع شركة الدفع الالكتروني، لو انا وظيفتي ان انا بعرض على التاجر المكنة وبقول له الخدمات اللي بتقدمها اللي من ضمنها خدمات التوصيل وخدمات البنوك، ده يجوز؟ يا حبيبي قلت لك العمل جائز، واحد يبيع يسوق لماكينات الدفع الالكتروني ويذكر للعملاء مزايا هذه الماكينة، بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ما في عليك مشكلة تبيع. بيع ماكينات الدفع الإلكتروني لا بأس به، ولا توسوس أرجوك. تمام. السلام عليكم. الله يصبر زوجتك عليك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك وفي علمك يا رب العالمين. وفيك بارك الله وسلمك. السؤال الأول، صحة حديث مجلس علم خير من عبادة 60 عاما. لا يصح، ثم لا يصح، ثم لا يصح. تمام. تمام. السؤال الثاني، في التشهد الأول الأفضل قراءة التشهد كاملة أم لغاية نصفها؟ أختار رأي العلماء القليل لنصفها. نصفها. نعم. جزاك الله خيرا. وياك. ولك بمثل يا شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى. نعم. جزاك الله خير والله، أحبك في الله شيخ الله. وجزاك الله مثل أحبك الله. لدي سؤالين ممكن سريعا. سل سل سل. السؤال الأول يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخنا الكريم. سل. السؤال الأول، كيف ينعم المسلم في قبره؟ بطريقة يعلمها الله. هل ثبت حديث في ذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في النعيم، طبعا يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها وريحها. نعم. طب السؤال الثاني بارك الله فيك. رجل يسأل ان هو بإذن الله هيحج بيت الله الحرام ويريد ان يذبح الهدي في مكة، يريد ان يذبح الهدي في مصر هنا، يجمع بين الهدي والأضحية، هل يجوز؟ لا يجوز. الدماء المتعلقة بالحج والعمرة كلها في مكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وكل فجاج منا ومكة طريق ومنحر. نعم، بارك الله فيك سيدنا الفضل. يا رب وياكم. أخيرا يا شيخنا الله يكرمك. نعم وياكم. ادعو الله يعني ينجحني في الامتحان، الله يحفظك. الله يوفقك يا رب ويسهل لك ولأبنائنا ولبناتنا والمسلمين والمسلمات. جزاك الله خير. الامتحانات يا رب وفقنا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كنت بكلم فضيلتك من 5 دقايق بخصوص الرداء اللي تحت الإزار، وزميلي قال لي أكد الشيخ بس إن هو غير مفصل للجسم وبكباسين، ما فيهوش مخيط خالص. هو قال لي أرجع أكلم حضرتك تاني وأكد. حتى والله الكباسين مذمومة عند كثيرين من أهل العلم. يعني أنت تريد تلبس سروال داخلي. لا ليس سروالا، هي عبارة عن قطعة من القماش. ما هو قطعة من القماش مزررة بالكباسين، ابتعد عنها الله يستر عرضك. طيب الحزام يا فضيلة الشيخ. لا بأس بالحزام. الحزام اللي بيحط فيه النقود والمغلق. لا بأس به. برضو كذلك؟ نعم. لا بقول لك لا بأس به. لا بأس بالحزام. لكن القطعة الزيادة دي اللي فيها كباسين اللي هي لا احوط لك لا برضه. ما هي يا اخي بمنزلة السروال الداخلي بس بدل خاطر كباسين مجسمة على الجسم، وما فيش حديث عن رسول الله ينهى عن المخيط، مش كده، انما لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ما في لفظ المخيط، ما وردش في الحديث فيما اعلم الان، لكن كل ما هنالك ان هو مجسم على الجسم. طيب
واخد حجم من الاسم. ما يعني ايه فرض ايه وجه الاعتراض عليه؟ ما هو زي الازار بالظبط، فالازار كذلك بيتلف حوالين الوسط برضه بيتثبت دبابيس. طب انا قلت لك ان الازار جائز، انا اكره الازار ايضا الكبسي. يعني الازار ما هو لو الجزء اللي تحت ده بدبابيس يبقى عادي ما فيهوش مشكله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم اسال غيري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. حضرتك سامعني كده شوفني؟ الحمد لله اسمعك. تمام. هو كان عندي استفسار استفسار بس شيخنا لو حضرتك عندك ساعة صدر ليا تسمعني بعد اذنك. عندي ساعة صدر الحمد لله. انا اسف معلش، انا مش قصدي والله، انا قصدي ان انا عايز اسمع حضرتك عشان في ناس كتير غيري عايزه تتصل. اتفضل يا حبيبي. شيخنا هو انا شاب عندي 32 سنة. الله يبارك. بشتغل من وانا 12 سنة. طيب الحمد لله. الى يومنا هذا الحمد لله كل اللي اشتغلت بيه صرفته على اهلي. جزاك الله خيرا. فيعني اي جمعيات اي حاجة عملتها صرفتها على اهلي. جزاك الله. حضرتك شايف ان انا في ازمه اقتصاديه وانا لحد دلوقتي ما وفرتش اي فلوس لجوازي، الى يومنا هذا بدفع لهم فلوس. اهلك اهل احتياج ولا هم مستغنون؟ لا هم اهل احتياج وعندهم مشكله ثانيه ان هم الى حد ما مسرفين، وانا للاسف بشيل الديون دي من وراهم. لا الاسراف لا تساعدهم على الاسراف. اذا كان انا بشيل مصايب بشيل مشاكل. يعني انا شايل حاليا قرض وهم اللي جابوه. صدوا بيه اللي عليهم، انا هعمل ايه؟ من هم؟ انا دلوقتي ابوك والدي والدتي. اه طبعا يا شيخنا والدي راجل عنده 67 سنة ونفسه انه يجوزني بأي شكل، وهو امنيته انه يجوزني حتى لو عمل ايه اهم حاجة انه يجوزني، ونفسي اجوزك قبل ما اموت. طبعا عندي اخ عنده مش عنده عربية، قال لي هبيع العربية بتاعتك وهبيع العربية بتاعتي واجوزك بيها وبعدين ابقى ست زي ما انت عايز. قلت له خلاص. فنعمل كده رحنا وخططنا وكل حاجة، جينا دلوقتي قال العربية مش هينفع تتباع. والدي طبعا كان هتجيله سكتة قلبية لما عرف ان العربية مش هينفع تتباع، فيعملوا ايه عشان يجوزوني؟ وهم من وجهة نظرهم شايفين ان هم كده بيردوا لي حق، يعني راحوا جابوا فلوس بالربا، فلوس بفلوس. هم اقترضوا فعلا ولا لسه هيقترضوا؟ لا ده هم مش قرض يا شيخنا، ده جابوا فلوس من حد اللي هو سيت المستكلات ده وحرقوهم. 190,000 وهيدفعوهم 280,000 او 270,000 حاجه زي كده. اه انا دلوقتي يا شيخنا رافض الحرام ده، رافض الفلوس الحرام دي. بس هم مش مالكش، هم بيقولوا مالكش دعوه احنا هنشيل الذنب. ما ينفعش تروح ترجعها لاصحابها؟ نعم يا شيخنا؟ ما ينفعش تروح ترجعها لصاحبها وتخلص الفلوس؟ اي لا ده هم جايبينه بيشطبوا الشقه وبيعملوا كل حاجه خلاص، يعني هم مش معتمدين في رأيي على حاجة، يعني أنا هنجوزك بالعافية يعني. خلاص ما ليس أنا عليك مشكلتي أنا، أنا مش عايز فلوس حرام، مش عايز أتجوز. ليس عليك إثم بهذا التوصيف. فلوس حرام. يا الله. ليس عليك إثم بهذا التوصيف. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى عليك. الحمد لله. بارك الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. إيه عندي بس كام سؤال كده معلش هسأل عليك. اتفضل. إيه في واحد سألني من الصور ارفع صوتك. واحد انه زنب من الدبر. ها؟ واحد سألني انه زنب من الدبر عفتاه. سامعني؟ كبيرة من الكبائر. طب قال لي يعني حاسس بالذنب وكده. كبيرة من الكبائر يعمل عمل صالح كبير كبير. إن الحسنات سيدنا السيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أحمد الشامي. والله السلام عليكم. عليكم السلام. المستعان الله يحفظك. شكرا ربنا يبارك فيك. تفضل. حضرتك أنا وارث من والدي محل. والدي ومعاه اتنين شركاء مأجرينه سنة 2004 في ظل قضاء الإيجار الجديد اللي متفقين مع المالك إن يكتب العقد حتى زوال العقار، وخد نظير ذلك 80,000 جنيه عشان يكتب البند ده. تمام؟
يعني استأجرتم من شخص محلا من عدة سنوات وأخذ مقدما ليس يتخصم الإيجار 80,000 جنيه مقطوعة أيامها على أن الإيجار يستمر إلى أن يهدم العقار. مظبوط. أيه. ده طبعا بالكلام اللي بيتقال بعد ما ابويا توفى، لان انا وريث فما اعرفش تفاصيل. أيه. تمام. لكن انا العادل اللي معايا مش مكتوب فيه الكلام ده، والمالك رفع دلوقتي قضيه وكسبها وخلاص هتطرد من المحل. عرضت عليه ان احنا نروح الافتاء ونسال قضيه تسمع من الطرفين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالنسبة يا شيخ لسجود التلاوة، في دلوقتي سمعت أحد المشايخ بيقول إن الآية اللي في سورة صاد اللي هو خر راكعا وأناب لا يجوز فيها سجود التلاوة لأنها سجود شكر، وإن علم بالحكم وسجد فتبطل صلاته، فما رأي حضراتكم يا شيخ؟ أما قوله تبطل صلاته دي مجازفة فاحشة. تمام. كلام غلط 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 أن يقول اللي يسجد في صاد تبطل صلاته. لكن هل السؤال المطروح هل سجدة صاد من عزائم السجود، من عزائم لازم نسجد فيها أم لا؟ في من العلماء أظن ابن عباس يقول سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. الحنابلة المعاصرون أو الحنابلة يقولون بعدم السجود فيها، لكن ليس معنى أنك سجدت أن الصلاة باطلة. كلامهم غلط غلط غلط. تمام يا شيخ، يعني لو سجدتها برضه مفيش عليها؟ لا ابدا مفيش اي مشكله عند الحنفي، مفيش بطلان للصلاه. بارك الله فيكم. جزاك الله خير يا شيخ. مذهب الشافعيه، مذهب الشافعيه ان من سجد عموما يعني سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لكن سجدها داود توبة. ولم تقرأ قول الله تعالى شان داود عليه السلام ضمن سلسلة الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ممن أمرنا بالاقتداء به. تمام. ممن أمرنا بالاقتداء به. ما البطلان لا يا أخي. البطلان لا 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 أبدا. تمام يا شيخ. ادعي بالهداية يا شيخ. الله يبارك فيكم. الله يخليك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بقول لحضرتك يا سيدنا دلوقتي في أنا اشتريت أرض وبنيتها، الكلام ده من 10 سنين. ده على أساس إنها كانت هتبقى البيت بتاعي وبتاع ولادي يعني. فكان في البلد في ريلا كفر الشيخ، فبعت البيت واتنقلت في دمياط الجديدة. واشتريت بالبيت، اشتريت ارض. الارض عدى عليها بتاع 5 سنين وسعرها زاد جدا، بس انا كان في نيتي ان الارض ديت يعني هتبقى معايا ابنيها بيت لاولادي. فجابت لي سعر كويس، بعت الارض وبشتري بالفلوس ارض ثانيه. هل البيعات ديت عليها زكوات؟ زكاه مال؟ لا. أنت اشتريتها لست تاجر أراضي، إنما اشتريتها قنية تقتنيها. نعم حقيقي. القنية ليس عليها زكاة. نهاية. لكن ولا حتى لو أنا اشتريت دي بخمسة وبعت دي بعشرة ما عليهاش أي زكوات، لأن أنا حاسس إن أنا كده يعني باكل أموال الزكوات، وحضرتك عارف إن دي من أكبر الكبائر. يعني لو أنت يعني تحب الخير لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أطلع إذا كنت أطلع إذا كنت أنت ولا جزء. يعني إذا أنت كنت يعني محب للخير وقلق زكي، ما في حد يقول لك لا، اخرج زكاة. أنت سألتني عن الحكم وأجبتك، لكن أنت مقلق ادفع ولن تخسر عند الله. سؤال الأخير، لو أنا أخذت حتى قلت لك ادفع ساعة الدفع هترجع ثاني في كلامك. لا 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 مش هرجع والله يا سيدنا، كلامك بيبقى سيف على رقبتنا والله. ما ترجعش في أي حكم أنت بتحكمه علينا. لا مش قلت أستغفر الله، أنا بشر زيك أصيب وأجهل وأصيب وأخطئ وأجهل وأعلم. أنا باين لك اجتهادي. ربنا يجزاك خير. طب لو أنا أخذت الفلوس ديت، أنا مثلا طلع من ذمتي إن أنا هطلع لله من هذه من ال 7 مليون اللي أنا بعت بيهم الأرض ديت، هطلع مثلا 50,000 او 70,000 80,000، ورحت اشتريت
قلت لان طبعا انت عارف ظروف البلد وظروف الاضاحي وكده، فقلت بدل ما اوزعهم فلوس هجيب عجل واذبحه لله في في, في 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 العيد. شوف يا اخي، اذا سلمنا انها زكاه لا يجوز صرف الزكوات في العجول ولا الاضاحي. تمام. اذا قلنا انها ليست بزكاه فالامر في سعه. انا والله بعت الارض واشتريت الارض لانها تكون بيت ليا مش للتجاره. في سؤال، في سؤال. اتفضل. يوم ان بعت الارض مرت عليك سنه والمال معك سائل؟ لا لا، ما مرش عليك سنه. ليس عليك زكاه. جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك وفي عمرك يا رب العالمين. وياك وياك. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. والله كان لدي سؤالين يا شيخ بعد اذنك. سل. السؤال الاول، هل صح وجود صور الانبياء على حسب ما قراته في حديثين اريد ان اسال عن صحتهما، حديث هشام بن العاص وهرقل صاحب الروم؟ لا يصح لا يصح لا يصح. الحديث ماشي. الحديث الثاني يا شيخ، ابا جبير بن مطعم يقول لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وظهر امره بمكه الى ان انه التقى بمجموعه من النصارى فادخلوه في دير. لا يصح. النبي ماشي يا شيخ. السؤال الثاني سريعا يا شيخ، حكم يا شيخ من جاء إلى الصلاة متأخر ثم يصلي في الصف الأول، هل يأخذ أجر الصف الأول أم يأخذ أجر الصف حسب تأخيره يا شيخ؟ كان في فسحة ودخل ولا شق الصفوف ودخل؟ شق الصفوف فدخل يا شيخ. قال الجمهور من العلماء، بل نقل الإجماع نقله ابن منذر، أن العبرة بوقت دخولك المسجد ليس بالصف الأول ولا الثاني. أنت دخلت مبكرا وجالس في الصف، جاء واحد تقدمك وجلس أمامك متأخر، العبرة بالسبق الزمني. العبرة بمن دخل المسجد الأول. أي نعم. جزاك الله خير. طبعا ما حرصي على الصف الأول، لكن لازم يجي متأخر عند إقامة الصلاة ويشق صفوف الناس ويفرض نفسه على الناس ويزاحم الناس ليس بالمأجور ذاك الأجر. السلام عليكم. حفظك الله يا شيخ مصطفى الجوهري وبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. انا حلمت من يومين حلم. لا حلم، الحلم ليس عندنا احلام هنا. ليس عندنا هنا تفسير احلام. ربنا يحفظك ربنا يحفظك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا، لو اشترك سبعة في أضحية. أيوه. هل يجب أن يكون القسمة بالتساوي بالنسبة للفلوس المبلغ؟ هذا المفترض. هذا المفترض، يعني كل واحد سبع البقرة. يعني لكن لو واحد تطوع للآخر خلاص. تمام. تمام. تفضل. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخنا، كان في طلب لو في إمكانكم يعني. تفضل. سمعت أن الدكتور بشار عواد قد شرع في تحقيق تاريخ الطبري منذ سنتين تقريبا. وهذا الكتاب يعني أو الدكتور بشار عواد يعني منهج لا يدخل فيه الحكم على الروايات التاريخية أو الحادثية تصحيحا وتضعيفا. وكما تعلمون ان تاريخ الطبري يعني يحتوي على القرون الثلاثه الاولى بما فيها السيره وسيره الخلفاء، وتلك القرون الاولى يعني الطبري يعتمد على واقدي وابن اسحاق وسيف بن عمر وابو مخنف وغيره. فيعني لو لكم تواصل مع الدكتور يعني فحبذا لو الحكم على الروايات التاريخيه تصحيحا وتضعيفا يعني عمل الدكتور لم يظهر اصلا حتى هو لم يظهر، لكن هو من ضمن منهج يعني انا اعلم منهج اكثر من كتاب انه لا يتطرق الى التصحيح والتضعيف، هو يرى ان للتحقيق منهجا هو مقابله النسخ، تفسير بعض الكلمات، التعليق، عزو الروايات الى مصادرها، لكن لا يتطرق الى التصحيح والتضعيف. وطبعا دكتور
بشار يعني رجل معتمد عند الاكاديميين وغيرهم، والتحقيق ده ربما ينسخ ما قبله من التحقيقات ويعتمد بعد ذلك. فكنا عفوا يعني بس صبرا هو الان اذا مر على اسناد في تاريخ الطبري فيه ابو مخنف او الواقدي، هل سيصححه او يسكت؟ الظن بي انه يسكت لانني سمعت منه. صبرا ما هو اذا كان سيسكت يبقى الكتاب لم يحقق، سياتي واحد اخر ياخذ عمله على النسخ ويضع عليه الحكم. لا اظنه سيسكت. والله يا شيخ انا سمعت منه كلمه في احد، خلاص مش مشكله، اصل الدنيا مش متوقفه على احد يا اخي، الدنيا لا تتوقف على الشيخ فلان ولا الشيخ فلان. والله وجدنا نسخة للكتاب محققة، وجدنا ما وجدنا نسخة للكتاب محققة، الباب مفتوح لأي واحد يحققه بس. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى العدوي معايا؟ نعم معك. أرجوكم أريد فتوى شيخي مستعجلة جدا. أنا أم لأربعة أطفال 8 سنوات 5 سنوات 3 سنوات وسنة. استعملت يعني منع الحمل بالآلة، ولكن للأسف سقطت الآلة دون علم مني، والآن أنا حامل. وأنا أعاني من أمراض يعني مزمنة، الغدة الدرقية، ولدي أمراض مناعة. في أي شهر يا أختي؟ في أي شهر؟ نعم. حمل في أي شهر؟ أنا في الآن 35 يوم. يعني الروح لم تنفخ؟ لا، الروح لم تنفخ. إذا الروح لم تنفخ فالأمر فيه ساعة إذا كان هناك ضرر محقق. وكيف لي أرجوك يعني الضرر محقق كيف يعني؟ هل هي حياة؟ الأطباء يقدرونه حياة أو موت؟ لا يعني تحمل ما لا تطيقي. أوكي. أنا يعني أنا فعلا يعني أرى مشقة كثيرة. خلاص انتهى الكلام، الله يستر عليكي، الروح لم تنفخ. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، ازي حالك؟ طيب الحمد لله يا رب دايما. كنت بسألك يا شيخنا على موضوع زكاة المال في التهامة. كنت متجوز وزوجتي معاها غوشتين واشتريت لها غوشتين. كانت بتلبسهم، فكنا زنانا في حاجة وبعنا الغوشتين وبعنا الذهب كله، ودلوقتي جبت لها ذهب تاني بس هي ما بتحبش تلبسه يعني كل فتره بتلبسه. كم جرام؟ كم جرام؟ معدي ممكن 95 كده. معدي النصاب يعني تجاوز النصاب؟ ايوه تجاوز. ايوه تجاوز النصاب. مرت عليه سنه منذ تجاوزه النصاب؟ لا 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 ده لسه جاي جديد من شهر ولا اثنين بس احنا اما يمر عليه سنه ان شاء الله زكيه. حتى لو ما بتلبسوش؟ حتى لو ما بتلبسوش. السلام عليكم. بس مقطوع عبد الرحمن ولا؟ نعم تفضل. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال في العقيدة ينفع أقوله؟ سل المقطع يا عبد الرحمن. يعني نحن نثبت لله اليد كما أثبتها كما أثبتها لنفسه. الله سبحانه وتعالى يقول أيوة يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يعني أنا كيف نجمع يد أو يدان؟ ما لأي كلمة في القرآن الكريم يا أخي، كثير من الكلمات في القرآن الكريم تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه. فمثلا قول أبي بكر الصديق لولا يد لك عندي، قول عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر الصديق لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، معنى معروف. لكن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذا تفعل فيها يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، كلتا يدي ربي يمين مباركة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ماذا تصنع؟ أنت تريد أن تنفي صفة الوجه لله، تقول الله ليس له وجه وليس له يد وليس له بصر وليس له سمع، عبدت عدما. لا
لا مش هنفع. احنا بنقول يا اخي الكريم نثبت انا ربنا اسمه العزيز، صح كده؟ صح. ومن الناس من اسمه العزيز، قال يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. هل الاشتراك في الاسم يقتضي المشابهه المماثله والمشابهه؟ لا اكيد طبعا. لا 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 اكيد يقينا. اكيد يقينا. ربنا قال لموسى عليه السلام لا تخف انك انت الاعلى، وقال عن نفسه سبح اسم ربك الاعلى. هل لكون الاشتراك في الاسم نعني ان 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 موسى كرب العباد؟ الحمار له وجه وانت لك وجه، لو واحد يقول لك وجهك وجه حمار هتطيب يطيب خاطرك؟ اضربه. هتضربه؟ لكن ما تستطيع تنفي الوجه عن الحمار. يا شيخنا هل الحمار له وجه ولا ملوش وجه؟ لا وجه طبعا. خلاص ما خل اثبت لله ما اثبته لنفسه من غير مماثله ولا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون؟ لا طبعا احنا بنثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته. يكفيني لان الموضوع ده خد منا وقت طويل. الله منهم لله الاشاعره الذين هدموا الدين. نشكوهم الى الله. ومن المشكله في الاشاعره هؤلاء الضلال الان يحاولون اثبات ضلالهم بشيء غريب جدا في كل فقرات اذاعات في بين فقره الاشعريين مني وانا منهم، اشعريين يلبسوا على الناس تلبيس عجيب. الاشاعره الذين اثنى عليهم رسول الله، مش الاشاعره اصحاب المنهج الضال الزائغ، اشاعره قبيله ابي موسى الاشعري، لكن عايزين صححوا للناس يعني يلبسوا على الناس، يقول لك الاشاعره مني وانا منهم. مش الاشاعره، ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو ونفذت عندهم الازواد كل يجمع طعامه ويضعونه في مكان ويقتسمونه بالسويه، فهم مني وانا منهم. الاشعريين قبيله ابي موسى الاشعري. لا هم ينزلون على الاشاعره اصحاب الفرق الضاله ويلبسوا على الناس ليل نهار في الاذاعات وبين الفقرات وبين الاشاعره مني وانا. ايه اللي جاب الاشاعره هؤلاء ولا تعرف اللي يستدل بيقول اعوذ برب الناس على القياس. يا ناس خافوا الله، يا خافوا الله يا قائمين على الاذاعات، لا تلبسوا على خلق الله. الاشعريه منهج ضال ينفون صفات رب العالمين. ما الذي نزل الاشاعره الاشعريين هم مني وانا منهم قبيله ابي موسى الاشعري على ابي الحسن الاشعري الرجل الذي زاغ ويقال انه تاب او لم يتب امره الى الله. انت فهم ماذا يصنعون يا عبد الرحمن؟ الاشعره يخدعون الناس الان في كل فقرات الاذاعه القران الكريم، ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو جمعوا ازوادهم فهم مني وانا منهم، قل الاشعره افاضل، وينزلوها على من؟ على الاشعره اصحاب المنهج الضال. الاشعره اصحاب المنهج الضال ما جاءوا الا بعد زمن الصحابه بزمن. الله يهديك يصلح الحال يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا، عفى الله عليك. وفيك الله يستر علينا وعليك في الدنيا والاخره. اسالك من فضلك عن كتاب منهاج القاصدين وكتاب زاد المعاد، هل تنصح بها؟ والله هي تصلح لكن ليست هي بالكتب القيمه جدا التي يعتمد عليها لكثره الاحاديث الضعيفه فيها. وان كان فيها نفع الحمد لله، لكن ليس هو النفع يعني المشفي كما يقولون. في لحم مشفي ولحم عظمه. يعني معرفه تفاصيل كثيره عن النبي، ويعني ان اعلم كيف بلغ وان اسير خلفه، فما هو الكتاب الذي يتوجه اليه؟ كل السنه، كل كتب السنه هي التي توضح لك سيره الرسول. البخاري اقرا في البخاري كثير، اقرا في صحيح مسلم، اقرا في كتب السير المحققه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ عندي بس أكثر من سؤال يعني. اتفضل يا حبيبي. جزاك الله خير. واحدة ورثت من أهلها ميراث وحطته في بوثقة أو بنك عشان تستفيد منه وإلها أولاد وكده وجوزها متوفي. ومش هتعرف تشغله، فيجوز؟ لا يجوز، ربا، تعيش من الربا والعياذ بالله. انها مش هتعرف تشغله وعندها بنات وكده. حرام اكل الربا، يعني من الله عليها بفلوس اكلت بها الربا، لا ليتها ما رزقت بهذا المال. السلام عليكم. لا ليتها ما رزقت بهذا المال.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. واحد شيخ ضال من هؤلاء الصوفية والأشعار الجاهلة خارج يقول لك من صافحني دخل الجنة، من يصافحك يدخل الجنة، يعني شوف وصل الهبل والجنون إلى هذه العقول التي تستخف بعقول الناس. المفروض مثل هذا يحاكم والله يا جماعة، والله لو في محكمة شرعية تؤدب مثل هذا الذي يقول لك اللي صفيحني يدخل الجنة. لا، أنت جزمت نفسك أنت بالجنة كيف يعني؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الذي يصافحني يدخل الجنة. غريب غريب والله، عقول مش عارف يعني كيف يضحكون على عقول الناس. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك وعملك يا شيخ. وإياك يا أختي. بقول لحضرتك إن شاء الله يا شيخ زوجي ذاهب إلى الحج بأمر الله. الله يسهلهم. طيب إن شاء الله يا شيخ بإذن الله هيكون يعني هناك أول يوم ذو الحجة. طيب. هيأدي صلاة هيأدي العمرة يا شيخ، هو متمتع بالعمرة إلى الحج. ماشي. وإن شاء الله يوم وبعد كده هيفك الإحرام يوم 8 إن شاء الله هيحرم تاني للحج. ماشي يا شيخ. طب هو دلوقتي عليه طواف قدوم؟ شو رايح معتمر؟ ايوه ايوه ان شاء الله. متمتع؟ ان شاء الله. مزور ولا حج رسمي؟ لا دي نافله، هو حج قبل كده. يعني مزور ماشي رسمي يعني بحج رسمي ولا بحج يعني؟ اه ان شاء الله ان شاء الله. ايوه يا شيخ طالع من مصر هنا ان شاء الله. ماشي. المهم هيروح يعتمر. ايوه ويفك الاحرام. ويفك الاحرام، بعد ما يفك الاحرام يوم 8 يطلع على منى. لا هم قالوا لهم ان هم هيودوه مع العرفات. ما فيش مشكلة، ما بيت في منى ليلة التاسعة سنة. خلاص يعني كده ما عالوش طواف قدوم. إن شاء الله. طب ماشي يا شيخ، هو دلوقتي لما يلبس لما يتحلل التحلل الأصغر ويلبس المخيط يجوز السعي بالمخيط؟ لما يتحلل التحلل الأكبر ويلبس المخيط. لما يتحلل التحلل الأصغر ويلبس المخيط، المفروض إن هو هيروح مكة أول يوم العيد عشان يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. أيوه أيوه شو لا بس. سعي الحج بالمخيط. والطواف بالمخيط جائز. خلاص ماشي يا طواف الإفاضة. وطواف الوداع بالمخيط جائز. خلاص ماشي يا شيخ. طيب دلوقتي إن شاء الله هو لما هيذبح هنا، هو كل سنة كان بيذبح هنا أضحية. كان يقول عن نفسي وعن أهل بيتي، هل الأضحية اللي هناك دي برضو عنه وعن أهل بيتي؟ لا هي مش أضحية الآن، ده دم التمتع يختلف عن الأضحية. أمال ده إيه يا شيخ يسمى إيه؟ فدو؟ دم التمتع. دم تمتع. أي بارك الله في عمرك وعملك. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم. عندي سؤال يا شيخ ما كنت عايز أسأله يعني ضروري. اسال السؤال الطويل فينفع على الهواء؟ لا طويل لا يضيع وقت الناس، اتصل بي على الهاتف الخاص. طب حاضر هستنى اخر حلقه بس اتمنى بس يعني الله المستعان ان استطعت ان شاء الله. وجزاكم الله خير يا ام عبيده. السلام عليكم. حاضر هستنى. السلام عليكم. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا مصطفى؟ طيب الحمد لله. اظنك مرسى مطروح. انا احبك في الله يا شيخنا والله. الله يكرمك. مرسى مطروح ولا فين؟ نعم. انت من السلوم ولا من مرسى مطروح؟ لا لا من ليبيا. طيب والله من ليبيا مجاورين لهم. اهلا وسهلا. مرحبا بك يا شيخنا والله. نحبك في الله يا شيخ مصطفى. الله يحفظك ويبارك فيك. احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل ما السؤال يا شيخ مصطفى؟ بالله الحوالات تكون مثلا الحوالات الدول الأجنبية عن طريق الانترنت مثلا تحول مبلغ بالدينار الليبي وهو مثلاً ورق على الانترنت لكن ما توصلش في نفس الوقت، يعني مرات توصل بعد 10 ساعات أو ثاني يوم ونفس القصة تسليم المبلغ طبعا ما يكونش في وقت، يعني شنو حكمها يعني؟ يعني بتغيرها دولار ولا ايه بالضبط؟ لا لا يعني انت مثلا بتجيب بضاعة من المانيا والله من بريطانيا. ايوه. لا لا حسب عملة الدولة سعاء يورو او باوند مثلا. ايوه. يورو باليورو او الباوند، الحكم حق في الدولار يعني ما وتسدد بالدينار. طيب المشكلة؟ المشكلة
ان اتفق يعني ان الايصال مرات اللي اتاخر الايصال يوصل لك ثاني يوم او في بعد يعني فتره من يعني انا السؤال مثلا عفوا ساقرب لك المساله حتى افهم منك. في المانيا سيارات مرسيدس، انت اشتريت سياره مرسيدس من المانيا مثلا ب 100,000 يورو مثلا، تمام، عليك للالمان 100,000 يورو، تمام، قلت لهم ساسددكم عن طريق الحوالات، تمام، سددت لهم بالتراضي بينكم مقابلها مثلا 120,000 دولار دينار يعني أيا كان، يعني أيا كان سددها دينارات، أنت راضي هم راضون؟ نحن راضيون، نحن راضيون، لكن المشكلة في الطريقة احنا ما نتحولش مثلا عن طريق أصل هي سلعة، هو بيع سلعة، في سلعة وسيطة هنا الآن، نعم في سلعة وسيطة، ما نعرفش نحولنا، هي في سلعة وسيطة، هذه تفرق عن ما إذا كانت بيع عملة بعملة، يعني تفرق عن ما إذا كانت بيع عملة دولار، لا احنا بنشتري نجيب في مواد غذائيه، عرفت، بنجيب في مواد غذائيه وبنحول لك طريقه التحويل اللي شرحتها لحضرتك، يعني هي الطريقه هذه اللي بنعملها، يعني انت تشتري مواد غذائيه وتسدد ثمنها بعد مده، مش بعد مده يعني قبل الشحن، ولكن في مشكله مثلا في الباوند او في اليورو ما ناخذش مثلا قيمه كامله، ما ناخذش مثلا 100,000 يورو قيمه واحده، بناخذها 10,000 يورو 5,000 يورو 20,000 يورو حسب ما نحصل عليها من مكاتب الشحن او مكاتب الصرافه. اجر التحويل ولا ايه بالضبط؟ هذه اجر التحويل ولا ما شانها؟ لا هذه يعني ثمن البضاعه يسلموها للشركه في الحساب، يسلموها للشركه. والله انا ما انا فاهم السؤال جيدا الان، يعني انا ما فهمت، وضح لي، انت اشتريت سلعه من الخارج. نعم. كيف ستسدد ثمنها؟ سددها في مكاتب صرافه في نفس البلد، هي في نفس الدوله اللي هي الدوله الاجنبيه، الدوله التي فيها السلع، يعني عندها كيف ما تقول مكاتب صرافه نفس القصه في ليبيا، بنسدد لهم مثلا في ليبيا وهم يحطوا في حساب الشركه اللي مشتري منها البضاعه. يعني مكتب الصرافه في ليبيا، نعم. انت تسلم له الفلوس تقول له وصلها لالمانيا، نعم، مقابل السلعة التي اشتريتها أنت. أيوه كده بالضبط، وصلها للمصنع، نعم، مقابل السلعة التي اشتريتها أنت. نعم. هو بياخد فلوس عملة التحويل ولا لا؟ عمولة التحويل ولا لا؟ هو على السعر، بيحسب لك على سعر الشاشة، هو أكيد واخد العمولة طبعا، يقول لك مثلا اليورو اليوم مثلا بخمسة دينار، دي خمسة وعشرة سنت، يحسب لك سعرك على طول كانك بعت وشريت معه مباشره في نفس اليوم، كل يوم وبيوم حسب سعر الشاشه، بعت سعر الشاشه بتاعت العمله حسب سعر الشاشه اليومي. انا الان ساعتبر مفوض لهذه الشركه في ليبيا في امرين، نعم، تفويض في تغيير العمله من دينار ليبي الى يورو، نعم، وتفويض في ارسال المبلغ الى الخارج، ويأخذ مقابل هذا مبلغ من المال، لا بأس بذلك. لأي الصورة يا شيخ مصطفى، يعني أنا من لازم أنا إن ممكن يصير تأخير، التأخير في أول شيء في الإيصال يعني يوصل حساب الشركة، بالطبع ما نسددش، يعني شريت منه بالفعل 5,000 يورو 10,000 يورو ولكن ما سددت غير بالدينار، إلا بعد يوصل الإيصال، مرات الإيصال يوصل متأخر تكون هنا مكانها قفل، تأخر سنة. يا أخي الكريم، قالوا الوكالة من ناحية الشراء مش مشكلة. الوكالة تختلف عن البيع والشراء. فأنا وصفت عملي على أنني وكلت زيدا من الناس عندكم في ليبيا. لا. وكلته في أمرين. لا. تغيير الدينار الليبي إلى يورو ألماني. في ذات الوقت وكلتك أيضا ترسل لي هذا المبلغ إلى ألمانيا، لا، وأنت أخذت أجر للوكالة بهذا التوصيف، جائز مفهوم كده؟ لا هو يعني أنا في حتى لو تأخر أنا وكيل، لا في ليبيا هو عنده مكتب في ليبيا، بنعطيه دينار ليبي، يقول لي مثلا سعر اليورو مثلا 5 دينار ليبي ونسلمك في ألمانيا ب 5.10، فهمت؟
مثلا يعني. يكون بيع يعني كده بالشكل ده. هو هو ما هو على سعر سعر الشاشه، سعر الشاشه في الصرف نفسه يا شيخ مصطفى. هو بس الفرق في ان انا هوصف توصيف وانت بتوصف توصيف اخر. انا هوصف العمليه على انها وكاله. نعم. انا هوصف العمليه على انها وكاله. فانا وكلت يعني من ناحيه شرعيه ما فيهاش بس ان شاء الله. كوكيل عني. ساقول له غير واعمل كل شيء ولك اجر التحويل مبلغ كذا كذا. وكل التبعات الثانيه علي غير الدولار رخص الدولار مال. غير ولك اجره كذا كذا. هو بس الخلاف في التوصيف يعني يعني في ليبيا ما نعطيش دولار ليبي، نعطيه يورو او مثلا العمله الاخرى هذه. ما فيش مشكله، الوكاله جايز فيها. السلام عليكم. الوكاله يجوز فيها كل هذا تفاديا للمشاكل. انت وكلت شخصا في عده اشياء، وكلته في تغيير العمله الى دولار، وكلته في الارسال، وكلته في التغليس الجمركي هناك وهنا، ومقابل كل هذه الوكاله مبلغ من المال لا باس. السلام عليكم. السلام عليكم. أحضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه شيخ، الله يكون يبارك في عمر حضرتك. تفضل. الله يكرمك يا شيخ. شيخنا اظن بس التوضيح الاخ بتاع ليبيا اللي كان بيكلم حضرتك دلوقتي، ان النقطه عنده ان هو ما بيحولش تبع مكتب استضافه. هو مثلا بدل ما احول على استضافه يبقى في اخ موجود هنا بديله الفلوس وهو بيكلم واحد هناك يسلمه الفلوس من هناك. هذا اللي انتوا تعملوه في قطر وغيرها. مش انت وائل؟ لا ده معروفه، احنا بنجيب عليها باثنين. واحد معاه فلوس في الكويت ويريد ارسالها لمصر، فبيذهب الى واحد في الكويت معه فلوس يقول له وصل لي هذا المبلغ. فاحنا بنقول يستلزم شيئين حتى يكون هناك حل. الاول اما انك تسلم الفلوس للرجل الذي في الكويت وفي ذات الوقت مندوبك في مصر يستلمها من مندوبه في نفس التوقيت فلا إشكال، أو أنك توكله ويأخذ أجرة الوكالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك. ربنا يحفظك يا رب. كنت حضرتك كده سمعت حديث يورقني، يعني كنت عايز أستفتح حضرتك بيه. ان يعني يوم القيامه جهنم هتظهر، فمفيش ملك مقرب او نبي الا وسيجلس على ركبتيه. فهل هذا حديث صحيح؟ مفيش ملك؟ لا، الا في كتاب الله فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على الركب وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. فجهنم موجودة، الله ينجينا وإياكم منها، والأمم حولها جثات على الركب. طب يعني الملائكة ما أعرف نص في الملائكة في هذا الصدد من هذا الفزع. ها؟ الحال إيه من النجاة من هذا الفزع؟ يا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. يعني لما انا بس معلش يا شيخ مصطفى الواحد يعني لما اسمع ان سيدنا ابراهيم هيقول نفسي نفسي، طب انا مثلي هيعمل ايه في اليوم ده يعني؟ الان من الان قل يا رب يا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وابشر ايضا فان الغمه ستنكشف ان شاء الله. طب ايه ارجع عمل انا ممكن اعمله يا شيخ مصطفى عشان يعني اكثر من كل الاعمال الصالحه؟ التمسك بالقران والسنه، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا تظلم العباد، كل ما امرك الله به اجتهد في عمله قدر الاستطاعه. دعوتك يا شيخ مصطفى يعني دعوتك. الله يثبتنا واياك وينجينا واياك يا رب العالمين. السلام عليكم. مرحبا يا اخ حمدي خريبه. ابا سمير اكرم ابنتك التي تحمل القران يا ابا سمير، سمى لها واعطاها فلوس، طفله صغيره شجعها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخنا أنا عندي سؤال، أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم، تفضل. شيخنا أظن أنكم تعرفون كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل شيخنا. نعرفه طبعًا. شيخنا ترى فيه بعض الآثار التي تتكلم بالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والله يا أخي الكريم. على تكبيره. شوف اسمع، اسمع. هذه الآثار التي تتكلم في الإمام أبي حنيفة
وحتى وصلت بي الى العياذ بالله لابعد حد تتصوره من الوصف. في اثار ايضا مقابله لها عند غير عبد الله بن احمد، في اثار عن سفيان الثوري في شانه، وفي اثار عن ابن المبارك في شانه. فتوسط ولا تسلم لكل اثر ينقل. شيخنا احسن الله اليكم، نريد منكم طلب شيخنا، يا ريت تدققون انتم في الكتاب وتعملون حلقه على هذا الامر، احسن الله اليكم، لان هذا الامر قد التبس كثيرا على اخواننا من طلبه العلم، وحتى ان الامر ادى الى شتائم من بعض الاخوه فيما بينهم. الله يكرمك، والله إثارة هذا الموضوع فتنة لا ينبغي أن تثار، لأن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه ملوش كبير أقوال في العقيدة. كلام الإمام أبي حنيفة جله مصب على الفقه، والفقه الأمر فيه سعة. يعني الفقه الله. يحكم على فعله بالكفر إذا اخترت رأيا مرجوحا يعني. هل يجوز عمل توكيل عام لزوجتي لإدارة بعض قضايا بناء لي وأشياء أخرى؟ أخشى عليك من زوجتك أيا كان شأنها. ممكن تعمل توكيل بشأن زوجتك، والذي نسمعه زوجات كثيرات ضحكوا على الأزواج ويشتغل في الخارج يرسل لها، ولما جاء وجدها متزوجة بآخر رفعت قضية خلع واختلعت والأموال كلها تحولت. فلا تسلم نفسك، أحبب حبيبك هنا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. انتبه. ما معنى أعوذ بالله من الحور بعد الكور؟ تشتت الأمر بعد اجتماع، اجتماع الأمر على شيء واحد نعمة. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، إذا عزمت فتوكل على الله، لكن تشتت الأمر عقوبة. السلام عليكم. أسألك العزيمة على الرشد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الو. خلينا من الو بقى، مضى عهد الو. السلام عليكم افضل من الو. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ معلش. اتفضل. الو. عندي سؤال يا شيخ معلش. اتفضل. حضرتك يا شيخ دلوقتي انا في المسجد عندنا الائمة يعني معظمهم يعني مش بيتثبتوا من المعلومات بتاعتهم، يعني بيجيبوا احاديث ضعيفه وقصص ضعيفه، يعني انا بسمع من حضرتك وبسمع للشيخ ابو اسحاق وبدور على سند الاحاديث دي، يعني لو بسمع حديث بدور عليه فبلاقي معظم المشايخ يعني بيقولوا احاديث ضعيفه والناس بتسمع لهم يعني. فحضرتك يعني هل الاستماع للناس دي يعني لو انا صليت في مسجد اخر او لم اصلي في المسجد؟ لا يعني اذا كنا عندك مساجد فيها السنة وفيها علم شرعي صلي فيها. المساجد التانية فيها خرابيط وفيها ترهات ابتعد عنها، لكن لا تترك صلاة الجمعة بحال. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربي برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. وأكرم منازلنا واسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.